لكن قدر الله وما شاء فعل. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله رحله عمار بعد العمليه ان شاء الله الرحله العلاجيه بتاعته ما تطولش. عمار من نوع اللي هو عنده اصرار، عنده تحدي جامد جدا، عنده عزيمه كبيره جدا، ويمكن شفناه لما خرج من النادي الاهلي صمم على العوده عليه معاه مره ثانيه. وعمار يعني من اللعيبه اللي احنا بنعتز بيها وبنعتز بوجودها في النادي الاهلي، كنا نتمنى ولكن زي ما بقول كده كنا نتمنى طبعا ان هو يشارك، ولكن قدر الله ما شاء فعل يرجع لنا باذن الله احسن من الاول. النهارده يوم مش عادي، يوم مش عادي، لان مشاركه النادي الاهلي النهارده مش زي اي مشاركه في البطولات السابقه، لان النهارده مع انطلاق صفاره حكم مباراه الاهلي ومونتريال، الاهلي هيكون على ميعاد مع رقم قياسي جديد. الرقم القياسي الجديد ده، وده يعني بينضم للارقام القياسيه بتاعه النادي الاهلي، وده مش غريب على النادي الاهلي لان النادي الاهلي بيحطم الارقام القياسيه. ايه هي الارقام القياسيه؟ ارقام النادي الاهلي القياسيه، يعني النادي الاهلي بيحطم ارقامه هو القياسيه. النادي الاهلي هيبقى الاكثر خوضا للمباريات في كاس العالم للانديه برصيد 16 مباراه، برصيد 16 مباراه، متفوقا على اوكلاند سيتي النيوزيلندي صاحب ال 15 مباراه. وكمان موسيماني هيبقى اول مدرب افريقي يشارك في نهائيات كاس العالم للانديه 3 مرات تقريبا، ناقص له